عودة لعشرة صحف الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. إحنا أكيد عندنا الفترة الجاية إن شاء الله مجموعة كبيرة من التحديات، سواء محليا أو قاريا، ماتشات كتيرة في انتظارنا، وإن شاء الله هنفتح هذه الملفات كلها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، كابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي السابق. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. نورنا كالعاده تاني مره، يعني في تقريبا شهر، وكانت المره اللي فاتت كويسه جدا وعملنا قراءه اكثر من رائعه انا فاكره. بس خلينا نبدا طبعا، ولازم الملف ده نبدا بيه طبعا، وماتش امس قريت ازاي المباراه، وهل كان متوقع هذا الاداء قبل كمان المباراه، يعني قبل ما احنا كنا بنتكلم او كنا لسه بنحلل ماتش المقاولين، هل كنت متوقع ان الاداء هيكون او النتيجه بهذا الشكل مع سان داونز؟ لا، الحقيقه يعني هتلاقي اكتر ناس زعلانه الناس المنتميه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا طبعا. الناس اللي شغالوا جوه النادي الاهلي هتلاقيهم زعلانين اكتر من اي حد، لان هم احنا تعودنا وتربينا يعني من ايام كابتن صلاح سليم ان احنا مش قابلين دايما بالمركز الثاني، مش قابلين دايما ان احنا نخسر، فتولد عندك كبرياء مختلفه، فهتلاقيك اكتر واحد زعلان. يعني كل فرد النهارده لو دخلت النادي الاهلي الجزيره او مدينه نصر من البوابه للبوابه هتلاقي الناس كلها عينيها في الارض، والناس كلها زعلانه، لان احنا اكتر ناس بنزعل، اكتر ناس بنتاثر. تعودنا بقى، اتربينا على ان احنا بقى يعني ما بنعرفش، يعني انا مش عارف اقول ايه للمدربين اللي الله سامحهم ولا ايه، علمونا من واحنا صغيرين، كابتن مدرب رجب، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، الاسامي الكبيره كلها، انه احنا مش قادرين نقبل برقم 2، مش قادرين نتعود على الخساره. لكن خليني برده اقول حاجه مهمه جدا، خلينا نحط كل حاجه في مكانها. تمام. هي منظومه كره قدم كده، كل الفرق اللي فعلا بتخسر وبتخسر بنتائج كبيره. يمكن النادي الاهلي فكره سان داونز بالاخص ان احنا خسرنا سنه 2019 بشكل مؤسف او بشكل مش مرضي، انه يتكرر مع نفس الفريق بعد 3 4 سنين، وخاصه ان احنا يعني كلاعيبه طلعنا واعتذرنا وكنا زعلانين جدا وخلاص بنحاول ننسى، ومن وقتها لحد النهارده بقت مواجهتنا مع سان داونز بتحمل طبع خاص او مختلف شويه، الناس كلها بتبص لها بتركيز شويه. ان ده يتكرر او ان ده يحصل حاجه اكيد مؤسفه، اكيد حاجه تزعل جدا، حاجه لازم تخلينا نعيد الحسابات. لكن زي ما بقول لحضرتك دايما، احنا طول تاريخ النادي الاهلي مرينا دايما بكبوات، ولو ما كانش في كبوات عمر ما كان هيبقى في انتصارات، وعمرنا ما كنا نحس بطعم ولا حلاوه الانتصار لو يعني لو ما خسرناش او لو ما ش... لكن هو في النادي الاهلي قليل انك تخسر، بيبقى قليل، وكلمه حق برضو بيبقى قليل. كلمه حق في نفس الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، فعلا من قديم الازل اي فتره كان بيمر بيها النادي الاهلي بكبوه من كبوات او كان متعثر بسبب من الاسباب بيرجع اقوى من الاول وبكتير، ما اختلفناش. زائد ان احنا برضو مش هنختلف في حته ان كره قدم في نهايه المطاف هي مكسب وخساره، عادي جدا. ومن صميم الروح الرياضيه ان احنا كجماهير اهلاويه ان احنا نتقبل الخساره دي، حاجه وارده جدا مع اكبر فرق العالم، مش هنختلف على التفصيله دي. بس كواليتي الخساره بيفرق، صح؟ شكل الخساره، انت خسرت ازاي، شكل الاداء اللي انت خسرت بيه بيفرق، حجم قوه المنافس اللي انت خسرت منه بسكور كبير بيفرق، فدي الحاجات اللي بتزعل. بالظبط بالظبط. ولا انت ليك راي تاني؟ لا لا، الحاجات دي بتزعل جدا، لكن خليني برضو اقول حاجه مهمه جدا، انه طبيعي جدا ان احنا هنتعرض لمثل يعني هذه الكبوات او هذه الخسائر، لكن انا دايما براهن على قوه النادي الاهلي انه ازاي يرجع، وانه ازاي يرجع بسرعه. وزي ما بقول لحضرتك حاجه، كل 20 30 سنه 40 سنه بيظهر اسم نادي جديد في قاره افريقيا، يعني مره كوتوكو، مره مازيمبي، مره سان داونز، لكن قال النادي الاهلي باقي. النادي الاهلي من اول التاريخ هيفضل هو النادي الاهلي، هيفضل اكتر، هيفضل طبعًا نادي طبعًا القرن في افريقيا، هيفضل اكتر نادي حصل على عدد بطولات في افريقيا. ولكن خلينا نبقى معترفين بس بحاجه، لازم زي ما حضرتك قلت انه احنا لازم نعترف ان في اوقات هيبقى في فرق اقوى مننا، مازيمبي، سان داونز اقوى مننا دلوقتي، ان هم عندهم كواليتي لعب احسن مننا، عندهم كواليتي لعب احسن مننا دلوقتي، هم بيلعبوا بتنظيم، وشفنا لعب منظم بشكل كبير جدا امبارح بصراحه. والفوارق البدنيه كمان، الفوارق البدنيه والفوارق الفنيه مختلفه تماما، خلت لعيبه النادي الاهلي، انا بس المشكله عندي تبقى في حاجه واحده، هو امبارح ده داي اوف بالنسبه لنا، يعني احنا كنا وحشين ولا ده الفارق؟ لو داي اوف اتس اوكي، هي دي كره القدم. صح. خلاص. صح. لكن لو هو ده الفارق هيبقى عندنا شغل كتير جدا لازم نعمله، هنرجع بقى نحسب حسابات تانية خالص، لان عمر ما كان الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد في افريقيا الفني والذهني والبدني بهذا الشكل. طب تيجي نتكلم شويه فنيات برضو. لما اجي اتكلم على امس واشوف برضو بعض المشاكل اللي عندي واللي انا بتكلم عليها من اطار ان انا عايز احسن ده، فانا دلوقتي عندي مشاكل في الدفاع، عندي كمهاجم صريح عندي مشكلة فيه، انا احتاج مهاجم صريح الى حد كبير. عندك برضو مشكلة في فكرة ان في لعيبة بتتألق قوي، يعني مستويات متذبذبة، لعيبة تتألق قوي في بعض المباريات وبعد كده المستوى يا يفضل مستقر يا بيقل بدون سبب، يعني ده راجع لايه برضو من وجهة نظرك؟ راجع في رأيي الشخصي يعني مدير فني شوية، إدارة فنية وطريقة تعامل مع اللعيبة. لما كنا بنتكلم قبل كده على النجاحات اللي حققها المدربين الأجانب مع
النادي الاهلي كنا دايما بنذكر مانويل جوزيه كمثال، كنت بقول لكم ما كنتش بتكلم عن الكوره، بتكلم عن المعنويات والدوافع وانك ازاي تقابل المشكله او تعالج المشكله، ودايما المدير الفني لازم يبقى سابق بخطوتين. لو تفتكروا لحد كاس العالم للانديه كنا عاملين 20 مباراه تقريبا ما بنخسرش، ودايما كان بيتقال وكنا وتعودنا على انه المكسب بيجيب مكسب والخساره بتجيب خساره. اول خساره لما تحصل لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف ان اللي جاي صعب جدا، وده بيحصل مع كل فرق العالم مش بس مع النادي الاهلي يعني. فالخساره بتجيب خساره، واللي حصل ده بيؤكد المقوله دي ان احنا خسرنا في كاس العالم، بدانا بدايه جيده جدا، خسرنا في كاس العالم للانديه مرتين ورا بعض، وابتدينا جينا على دوري الابطال افريقيا خسرنا من الهلال، وبعدين يعني نتيجتين مش احسن حاجه النادي الاهلي، وماشيين بقى في دوامه الخساره. لازم في حد فني، وده دايما المدير الفني، وده كان ذكاء مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، انه دايما سابق بخطوتين ثلاثه، انه دايما كان قاري المشهد من بدري، انه لما كانت تيجي الخساره كان يقعد مع نفسه قافل الاوضه على نفسه يومين، ويقعد يتخيل انا في 7-8 ماتشات اللي جايين انا ممكن اخسر كام مباراه، ويحط اللعيبه في السيناريو. خد بالك احنا بعد شهر هنروح نلعب سان داونز، خد بالك اللي ممكن يحصل هناك، ده عندهم فروقات، ده عندهم، طب احنا هنستعد من دلوقتي للقصه دي ازاي؟ فيخليك تستعد للي جاي وللنهارده والبكره، فيخليك مركز طول الوقت، وكل مباراه تخلصها سواء مكسب او خساره بالنسبه للنادي الاهلي بالاخص لان هو مختلف، بتصحي دايما الدوافع والاهداف طول الوقت، وتفكره خد بالك انت اللي انت عملته ده طبيعي، خد بالك انت عندك مباراه كبيره، خد بالك انت هدفك دوري ابطال افريقيا، خد بالك انت مشكلتك فين. لكن اعتقد ان كولر يعني شويه بعيد عن الكره الافريقيه، لكن هو مدرب كبير، مدرب كبير جدا، في حاجات معاه طاقم كامل، ولو هو بعيد شويه لازم عن المدير الفني يعني لازم بالزبط. لازم عقليه المدير الفني بالاخص لان هو اكتر واحد بيقدر ياخد قرارات، ومهما كان معاه معاونين يعني هو الذكاء بتاع المدير الفني بيفرق جدا. لكن برضو خليني برضو ما بقاش قاسي قوي على اللعيبه ولا على المدرب، احنا نقدر نرجع، متعودنا في اوقات كتير جدا لما نخسر ما نخسرش كل حاجه، ان احنا نصعد او ما نصعدش. هو من ناحيه هنرجع يعني لو هنرجع للسيناريو بتاع 2019 برضو هذه الخساره اللي كانت طبعا يعني مش افضل حاجه، انت رجعت بعد كده عوضت ازاي؟ ده النادي الاهلي بالظبط. بس هنرجع نقول تاني احنا بنزعل لان مش ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. هو اكتر نزعل عشان يعني انت بتتكلم بالزبط. من حبك للنادي الاهلي، واللي يفهم حاجه غير كده يبقى المشكله عنده. فاحنا طبعا بنتكلم حرصا على ان هذا الكيان احنا كلنا عارفين ان ده مش المستوى الافضل عنده. وتاني هرجع وهاخد من كلامك يا كابتن اسلام، انت قلت جمله صح جدا، في انديه بتظهر وبعد كده بتختفي، النادي الاهلي هو اللي ثابت. ودي بتخلينا نقول طب علامه استفهام، طيب ليه انا دلوقتي بتعثر امام بعض الانديه وان كانت الافضل او افضل فتره ليا هي الفتره الحاليه؟ انا ليه بتعثر؟ انا مشاكلي فنيا ايه علشان اقدر ان انا اقول انا عايز ارجع للمستوى تاني بتاعي قبل ما اروح كاس العالم انديه اللي كلنا متفقين ان كان مستوى اكثر من رائع؟ بالزبط. الحمد لله كنا ماشيين يعني ما فيش ولا خساره. فليه التذبذب ده حاصل في الاداء؟ زي ما اقول لك هرجع تاني للمدير الفني وهرجع للعيبه شويه، هيبقى في بعض اللوم على اللعيبه، لانه اللعيبه لازم طول الوقت تبقى فاكره ان هي بتمثل النادي الاهلي، لازم طول الوقت تبقى فاكره احنا كان طول الوقت فكرونا اوعى تنسى، اوعى ترضى، اوعى تقبل. لو انت رضيت انك خدت 2 برونزيه او عملت اداء جيد او مثلا انت متصدر الدوري بفرق ان شاء الله 20-30 نقطه، ما ترضاش بالكلام ده، ودايما تدور على الاحسن وتدور على الافضل وتنافس نفسك، تنافس نفسك، دي اهم حاجه، انه طول الوقت اوعى تطمن او تتاكد ان انت خلاص احسن واحد في افريقيا، اوعى تطمن. في بعض اللعيبه مطمنه، في بعض اللعيبه يعني في الفريق مطمنه على مكانها في النادي الاهلي، بعض اللعيبه مطمنه ان احنا النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا. الطمانينه دي بتخليك برضو يعني عارفه الدروب يبقى في دروب شويه يعني المستوى بينزل شويه. فانا شايف انه مش هتكلم فنيا قوي قد ما ذهنيا، لانه قبل المباراه اعتقد ان احنا ما ركزناش باحسن شكل، ما استعدناش ذهنيا برضو باحسن شكل، لانه انا متاكد انه النادي الاهلي لما بيستعد ولعبته لما بيستعدوا ذهنيا كويس بيقدروا يعملوا اي حاجه. دلوقتي احنا بقالنا الفتره دي اللي هي سنين مش شهور يعني كذا سنه ورا بعض، دايما القاسم المشترك في تعليقات كتير من الناس سواء كان تبرير من الناس اللي حابه تبرر او الناس المنطقيه والعقلانيه غالبا هيشوفوا كده. بدايه النادي الاهلي عشان هو النادي الاهلي وعشان هو كبير افريقيا، فقدر وقدر لعبته ان هم يكونوا بيشاركوا وبمنتهى القوه وبينافسوا على كل البطولات اللي هم المتاحه تقريبا بالزبط. محليه وقاريه وحتى دوليه، احنا الفريق بالزبط. الوحيد اللي رايح جاي على كاس العالم للانديه وده ما بيحصلش في حاله فرق ثانيه مصريه. حته تلاحم المباريات اللي بينتج عنها اجهاد، تاني ارجع اقول لحضرتك كلمه اجهاد دي بتتكرر كتير جدا وهي سبب منطقي في كتير من الاحيان. طيب نحل المعضله دي ازاي طالما ان احنا قدرنا كنادي اهلي ان احنا نشارك في كل البطولات اللي بطبيعه الحال بتكون متلاحمه
نحل المعضله دي ازاي؟ اداره فنيه برضو لازم تعتمد على اكبر قدر ممكن من اللعيبه، اولا في الانتقاء لازم اللي يلعب جوه النادي الاهلي يكون قادر ان هو يستحمل كل القصص دي، يكون متاسس بشكل كويس، اللعيبه المحترفين لازم تختارهم بعنايه جدا 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 جدا، ما ينفعش ابدا ابدا اي لعيب محترف يبقى احتياطي في اي نادي مش بس في النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم بالخاص على النادي الاهلي، ما ينفعش لعيب محترف بيجي بقيمه مختلفه يبقى احتياطي، ما ينفعش لو الاربعه خمسه الاجانب مش موجودين في الملعب يبقى نخليهم اثنين، نبقى نخليهم ثلاثه نجيب احتياجاتنا، لانه الموضوع هيبقى صعب شويه، نوسع بقى القاعده في الاختيارات، نختار اللعيبه بشكل مختلف شويه، والمدير الفني هيبقى عليه يعني صعوبه بقى هنا، في مدير فني يقول لك انا عايز اثبت التشكيل لان انا بلعب على بطولات، فلازم احافظ على الانسجام جوه الفريق عشان اقدر احقق بطولات، والظروف بتاعت النادي الاهلي لا انت محتاج روتيشن، محتاج روتيشن بشكل كبير لانه انت بتلعب في بطولات كتير جدا مش قادر تلعب بطوله عربيه علشان عندك زي ما حضرتك قلت اجهاد، وكلمه اجهاد بتلازم النادي الاهلي بقى لها 15 سنه بتلازم النادي الاهلي، وده طبعا ده قدرك النادي الاهلي بالمناسبه ده قدرك يعني ده قدرك انت بتشارك انت كبير اوريدي بتشارك في بطولات كتيره جدا الناس بتريح وانت ما بتريحش يعني الناس فيها وقت هو المقاولون كان المفروض نريح بصراحه بعض اللعيبه يعني ده ده دي وجهه نظر انا بتفق معاها ممكن المدير الفني يبقى عنده مثلا رؤيه مختلفه حابب يضمن الدوري حابب يجهز اللعيبه في كده كده ضمن في نوعيه يعني لعيبه معينه في نوعيه لعيبه معينه ما ينفعش تريح خدي بالك في نوعيه لعيبه معينه المدرب حاسس ان هم محتاج يبقى في الملعب زي محمد صلاح مثلا ما بيحبش يريح عايز يبقى موجود طول الوقت علشان يحافظ على الفورم بتاعه ففي نفس القصه ممكن يبقى مدير الفني شايف انه عايز يحافظ على ثبات التشكيل محدش من جماهير النادي الاهلي مهما كانوا متضايقين او حزنانين او مستائين مفيش حد عنده ذره شك في الكامباك بتاعه النادي طبعا الاهلي طبعا يعني طبعا ده تاريخ طبعا النادي الاهلي كبوة تعثر بنعديها وبنرجع اقوى بكثير مما كنا عليه بس عشان ده يحصل لازم يحصل من خلال اليه معينه صح. فانا عايز اخد يعني رايك او يعني اسمع وجهه نظرك كلاعب كره قدم عموما في ضوء مشاهداتك لماتشات النادي الاهلي في الفتره الاخيره محليا وقاريا ودوليا يعني ابتداء من مشاركتنا بكاس العالم النسخه الاخيره كاس العالم للانديه لغايه ما احنا قاعدين دلوقتي قدام الناس على الهواء في ضوء اللي انت شفته عينك راحت لايه وشايف ان دي اول الامور اللي لازم ناخد تجاهها خطوات اصحاح او تصليح طيب في رايي الشخصي المعسكر مهم جدا وطويل جدا للنادي الاهلي الاسبوعين الجايين دول اللعيبه ما تروحش بيوتها غير قليل جدا الناس تركز بشكل اكبر عندنا نقطتين بندافع عن سمعه النادي الاهلي في قاره افريقيا ما ينفعش ابدا شكلنا يظهر بالشكل ده خالص ما ينفعش شكلنا ولا سمعتنا تبقى بالشكل ده ما ينفعش بعد الخماسيه يبقى عادي ما ينفعش الماتش اللي جاي تبقى بتكسب بصعوبه لازم تكسب وتكسب بسكور كبير جدا وتصالح جمهورك وترجع شكلك تاني هو كده الشكل موجود لكن مهم ان انت بعد الخساره تحاول ترجع بسرعه لان محدش عارف يعني لو اعتبرنا انه الخساره بتجيب خساره احنا خسرنا الفترات الاخيره يمكن دي الخساره الثانيه في دوري ابطال افريقيا يا رب دي تبقى الاخيره فمهم جدا علشان دي تبقى الاخيره ان احنا نركز مهم جدا ان يبقى في معسكر في محاضرات كتير جدا اللعيبه تقرب اكتر نرجع بقى نرجع الدوافع تاني اللي ما بقتش موجوده اللي مطمن ما ينفعش يطمن لازم يقلق اكتر من كده يبقى كل لعيب لازم يبقى فيه ظهره لعيب من اول الشناوي لحد الاسترايكر بقى شريف او اي حد كل لعيب لازم يبقى فيه ظهره لعيب ويبقى قلقان دايما اللي بيميز النادي الاهلي ان كل لعيبه جاهزه ان كل لعيبه شغاله بشكل كويس جدا انه النهارده انت بتلعب وهداف انا فاكر في وقت من الوقت لما كان عماد متعب بيلعب في النادي الاهلي وكان اسامه حسني وكان لعيبه كبيره جدا موجوده في النادي الاهلي وكان بيبقى هداف الدوري ومش عارف هو يلعب الماتش الجاي ولا مش هيلعب انت متخيل الموقف مش عارف يلعب ماتش فرود النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي ومش عارف يلعب الماتش الجاي ولا مش هيلعب ومتخيل بس بكلمك على اسامي عامله ازاي يعني فالنهارده لازم كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي من اول الشناوي لحد محمد شريف ما حدش يطمن ان هو الماتش الجاي هيلعب حمدي فتحي ديانج اي حد لانه في الاول وفي الاخر انت بشر وانت لعيب كوره فانت لازم تعامل لعيب الكوره يعني بقى علم النهارده انك تعامل لعيب الكوره ازاي انك تاخد منه احسن حاجه ازاي لان في متغيرات كتير جدا بناء على المتغيرات اللي بتحصل لازم انت تجهز اللاعب ان هو يطلع اقصى حاجه عنده ودي اصعب حاجه فانت الفتره اللي جايه عشان يبقى في اجابه واضحه محتاج تقعد مع اللعيبه وتعمل معسكرات كتير جدا علشان تحاول تطلع من اللعيبه اكتر حاجه عندها لان في النهايه صعدت او ما صعدتش انت ما عندكش غير حل غير انك تكسب المباراتين اللي جايين ان شاء الله صحيح. عندك بقى مباراه القطن وعندنا لسه يعني تركيز في اللي جاي باذن الله بتقرا ازاي حتى وان البعض قال لك دي او ده القطن الكاميروني من اضعف المجموعه بس احنا النادي الاهلي ما عندناش يعني ضعيف وقوي فبتشوف برضو المباراه اللي جايه ازاي بعد الخروج من مع سان داونز بتبقى صعبه جدا المباراه اللي بعد مباراه خساره بشكل مش حلو او مش متعود عليه النادي الاهلي او حاجه ما بتحصلش كتير يعني من الحاجات اللي تعدها في حياتك ان الخساره دي فالكارثه بقى في كده انك لو هتلعب ايا كان مين بقى المنافس ايا كان هتلعب مع مين بقى خسر ما خسرش كده كده فريق القطن الكاميروني هو بالنسبه له فرح لما يلعب قدام النادي الاهلي
فعايزين يعملوا اكتر حاجه عندهم طبعا. يعني لو شفنا المباراه اللي هنا بعد المباراه في بعض اللعيبه راحوا اتصوروا مع لعيبه النادي الاهلي واخدوا حاجات هدايا تذكاريه، فاكيد يوم عيد بالنسبه لهم ان هم يلعبوا قدام النادي الاهلي حاله حال الانديه المصريه او اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي. واكيد ماتش النادي الاهلي الاخراني برده ممكن يخليهم يعني طمعانين، هم امالهم راح لكن نفسهم يعملوا مباراه تبقى في التاريخ بالنسبه لهم على ارضهم قدام النادي الاهلي. فبالنسبه لهم اعتقد عايزين يعملوا اقصى حاجه، وده بيصعب المهمه اكتر على النادي الاهلي. النادي الاهلي هيبقى نازل متعصبين شويه اللعيبه، يعني انا عايز الحق بسرعه امحل. دايما لعيبه النادي الاهلي كان دايما لما كنا نعمل نتيجه سلبيه بالليل يقول لك انا عايز العب بكره، عايز العب بكره بسرعه، عايز انسى الناس، عايز الحق اخلص من اللي حصل لي يعني. فدي صعوبه المباراه، لكن في النهايه انا في رايي الاتزان النفسي مهم جدا، انه مهما الكبير دايما كده لما تخسر بعرف انا خسرت لان انا هخسر، لان هو ده حال كره القدم، لان هو ده حال الدنيا ان انا اخسر. لكن لما اخسر ايه اللي يحصل؟ هل انا هنزل بقى متذبذب المستوى ويبقى عندي مشاكل فنيه وعندي مشاكل اداريه وعندي مشاكل نفسيه، ولا لا انا كبير، انا كبير عادي جدا، هروح اكسب عادي جدا، انا كبير بعيدا عن النادي الاهلي تحديدا بشكل عام. اي فريق بيتعرض لخساره ثقيله واخد بالك ازاي، واول ماتش مهم ليه بعديها، بينزل بشكل من اثنين غالبا ما لهمش ثالث، او في احتماليه بسيطه للشكل الثالث اللي هو بيبقى اميل شويه للثبات الانفعالي، بس يا اما بيكون اللعيبه نازلين عايزين ياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي وزي القطر اللي مفيش حد هيقف قدامه عشان عايزين يعوضوا اللي فات وعايزين يصالحوا جماهيرهم الى اخره، او ان يبقى فيه برضو رواسب من الياس او الاحباط او المضايقه. مش هينفع عندنا خالص، مش هينفع عندنا خالص. بص في مصطلحات لا تناسب النادي الاهلي ابدا، صحيح. ولو وصلت لاي واحد من لعيبه النادي الاهلي ما يستحقش انه يلبس تيشرت النادي الاهلي يومين كمان. ففكره في مصطلحات معينه مش عندنا، زي ما بقول لك احنا اتعودنا نجاح طموح اصرار عزيمه قوه رقم واحد، دي المصطلحات اللي عندنا. مفيش يأس مش عارف ايه مش مقبوله، قدرك مش بايدك مش بمزاجك، هو ده قدرك انت. في النادي الاهلي في حاجات مش هقدر ارضى بيها، ياما شفنا يعني. انا فاكر واحنا مثلا في الناشئين كابتن علاء مهوب مثلا وهو كان مدربي وليا الفضل ليا شرف طبعا وراجل لي فضل عليا، في وقت من الاوقات كنا نلعب مباريات امام فرق كبيره ونكسب سكور كبير جدا، ما تشوفيش العقاب بتعمل فينا ازاي، ما تشوفيش، لانه في حاجه معينه مش عاجباه. هو ده بقى اللي انا بقوله دايما، انه الناس كانت تيجي تبص ده هو انتوا كده، احنا كده. لما قلت لحضرتك برده الحلقه اللي فاتت لما قلت لكم لما جينا من فرنسا وكنا واخدين 20 كاس واحنا جايين من فرنسا، وكان معانا برشلونه وكسبنا برشلونه 5-0، الله يرحمه كابتن طارق سليم قابلنا في الباص وقال لنا خدوا بالكم كان عندكم 1-2-3-4-20، هو هي دي عين النادي الاهلي، هو ده قدر النادي الاهلي. فانت بالتالي هتتخيل انك المباراه اللي جايه او اللي بعديها او في اي وقت من الاوقات هيبقى عندك مصطلح من المصطلحات دي، مش هينفع تبقى موجود في النادي الاهلي. لكن خليني برضه اقول حاجه مهمه جدا، قدر صعب قوي على لعيبه النادي، هو كده اذا ارتضيت انك تنضم ملهاش حل. ما انت بس مهمه صعبه انك تكون لاعب في النادي. بس هقول لك على حاجه، انت واخد قدام ده كتير جدا، انك بتلعب في اعظم نادي في افريقيا. شوف جمهور بقى النادي الاهلي بيحبك ازاي، شوف اسمك، شوف نجوميتك، شوف كل ده ليه ثمن، مفيش حاجه ببلاش يعني. لكن في كمان نقطه مهمه جدا حصلت في مباراه سان داونز، وهو الدور الجماهيري اللي احنا ما بنلاقيهوش هنا في مصر. النادي الاهلي محروم من جماهيره بشكل كبير جدا في المباريات المحليه والمباريات الافريقيه. اتمنى انه جمهور النادي الاهلي يحضر، لانه على فترات طويله جدا لما كان بيجي اي فرق من افريقيا كانوا بيخسروا اول ما يدخلوا استاد القاهره او استاد الاهلي السلام. دلوقتي لما بينزلوا يشوفوا جمهور النادي الاهلي اكيد بيفرق جدا، طبعا. اكيد بيفرق بشكل كبير جدا. سان داونز عملوا حفله وجابوا مطربين قبل المباراه، وجابوا الناس وتيكت رخيصه جدا، وجابوا ناس ولموا الدنيا تتفرجي. انا حاسس ان احنا بنلعب البرازيل في البرازيل، بتكلم بجد. النواحي المعنويه اوعى في وقت من الاوقات، تقريبا كانت كل حسب معلوماتي كانوا مش بنسبه قليله، كانت متخيله الموقف. النهارده مثلا احنا في بطوله افريقيا بتاعه لما نجيلها يعني عملنا تيكت بفلوس ما حدش راح يعني، فما حدش راح الافتتاح. فبالتالي هو النادي الاهلي مش هيحارب لوحده، النادي الاهلي بيمثل مصر، والنادي الاهلي طبعا اكبر قوه صامده طول الوقت. وياما حصل انكسارات عند فرق كتير في مصريه في المحافل القاريه، لكن النادي الاهلي طول الوقت ثابت، طول الوقت بيشرف افريقيا، طول الوقت رافع علم مصر النادي الاهلي في لازم محتاج مسانده شويه. اقول لك على حاجه تاني، نرجع عشان بس للتوضيح. احنا نزعل لكن الثقه تروح عمرها ما هتروح، عمرها ما تروح طبعا. وده طبعا مش كلام، لان ارجع تاني برضو بالتاريخ، ارجع شوف كده بعد اي كوبر النادي الاهلي بيتعرض ليها بيرجع يقف على رجليه وبيفرحك وبينسيك الخساره اللي حصلت. بس الواحد تاني هيرجع يتكلم، احنا بنزعل، هي دي النقطه كلها. لان انت عارف لما تبقى عارف المستوى بتاعك انا هنا، فلما بنزل انا بزعل، لان انت هنا وتستحق تبقى اعلى كمان. فدي النقطه احنا عايزين نتكلم فيها. هنرجع بعد الفاصل، لان عندنا البطوله العربيه عايزين برضو نعلق شويه عليها، واعتقد ان هي خطوه ذكيه جدا فكره هنا. طبعا احنا التلاحم ده ممكن يؤثر سلبا بعد كده على اداء الفريق، واحنا محتاجين تركيز ومحتاجين يبقى في يعني الفتره اللي جايه زي ما احنا بنتكلم فوز بس باذن الله ده يحصل. عندنا لسه ملفات كتيره جدا، هنتكلم عن الدوري، هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن اسلام، خليكم معانا.
عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح بالأهلي، والضيفنا اللي منورنا كابتن إسلام اللي سعداء جدا بوجوده معانا، واللي بنحاول نستشف معاه كده ونعرف رؤيته للي فات وتوقعاته فيما هو قادم. احنا وصلنا في الكلام للبطولة العربية وقلنا هنفتح معاك بقى هذا الملف، بس قبل ما نفتح الملف ده برضو عايزين نأكد مرة تانية ونقول إن الزعل ما ينفيش المنطق العام اللي طول عمره بيحكم الامور طبقا لزاويه النادي الاهلي او طبقا لان الطرف الثاني في المعادله هو النادي الاهلي. اكيد الفرصه لسه قائمه، وكلمنا مع حضراتكم في الجزء الاول من حلقتنا النهارده عن السيناريوهات اللي لو حصلت ان شاء الله هتكون لسه الفرصه قائمه. فاحنا دي رساله بنوجهها مش بس على فكره لجماهير النادي الاهلي، حتى للعيبه النادي الاهلي. احنا مش يعني الكلام اللي بيتقال وان كان بيحمل شيء من التحفظات او حتى من الزعل ده من العشب، والعشم ده بطبيعه الحال طول عمره موجود بين جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. ولا يا كابتن وانت طول عمرك راجل حاضر الحاجات اللي كلنا كل الناس اللي منتمين لمنظومه النادي الاهلي بقى في الميديا في الجمهور اللعيبه كلنا اكيد زعلانين، وكلنا حتى لما بنقصه في وقت من الاوقات عارف انت انا بيبقى من ورا قلبي انه انا ببقى مثلا متضايق او متعصب من غيرتك من غيرتك على النادي او من حبك للمكان بتاعك، فانت بيطلع من جواك شخص غيرك عارف انت اللي هو انا مش متعود على كده، انا مش متعود اشوف بالشكل ده. فلو بقى في اصل ما ينفعش يعدي سهل برضه، يعني عشان بس نكون واضحين هو ما ينفعش يعدي سهل، لكن بالزبط. في النهايه على الاقل ده ما كان بيتقال ايه في وقت من الاوقات ازاي تعرف تعنف لعيبتك او تحسسهم بالمسؤوليه او تفكروا بالقصه، وبعد يومين ثلاثه بقى ايه تعالى بقى على الهادي كده نبتدي نشوف احنا فين. لكن في وقت هو حصل مشكله كبيره، يا جماعه حصل مشكله كبيره، ما حدش يهزر يا جماعه، حصل مشكله ان احنا نخسر خمسه، مشكله كبيره يا جماعه، كلام محترم بصراحه. مش هتقدر تقول حاجه، مش هتقدر تمثل، يعني لازم تقول انك خسرت وانك زعلان انك خسرت، لكن في النهايه لازم فكر بقى الناس كلها زي ما قلنا ان كل حاجه في مكانها. انا النادي الاهلي هرجع ورجعت والتاريخ بيقول وهيفضل يقول، احنا باقيين ان شاء الله يعني. تعال نروح للبطوله العربيه وتشوف ازاي برضو هنا فكره عدم مشاركه الاهلي، وزي ما كنت بتكلم قبل الفصل بشوف ان هي خطوه ذكيه جدا ان انت عايز تبقى مركز اكتر في وقت لازم فيه تاخد قرارات معينه علشان صالح الفريق، وده اللي حصل. النادي الاهلي زي ما كنا بنقول انه بيعاني من الاجهاد طول الوقت، فقرار مهم جدا للنادي الاهلي فعلا. هتعمل ايه ما عندكش الله غالب، يعني زي ما بيتقال نفسك تشارك في كل البطولات صحيح. ونفسك تاخد كل البطولات، لكن قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي هي الخساره اصلا للبطوله العربيه، النادي الاهلي مش هيشارك. يعني لما تيجي تعمل بطوله كبيره انا لو مسؤول في اي حته هاجي للنادي الاهلي كل يوم عشان خاطر يشارك، عشان خاطر يشارك. النادي الاهلي اسمه كبير جدا وجماهيرته كبيره جدا، وده اللي حصل وده اللي هيفضل يحصل يعني. والنادي الاهلي هو ده قراره، لانه النادي الاهلي ادرى واحد بظروفه، عارف اموره عامله ازاي، عانينا السنين اللي فاتت كلها من تلاحم المواسم، ما بنلاقيش حد يعني ما بنلاقيش حد بيرحمنا قوي، ما بنلاقيش تاجيلات ما بنلاقيش، ولما بيتاجل بيتقال انه النادي الاهلي بيتاجله، ما هو طبيعي ان النادي الاهلي هو مصر معنا اسف يعني مصر فيها كتير، لكن هو في حد زي النادي الاهلي؟ ما فيش حد زي النادي الاهلي، فطبيعي جدا ان ولا حد بيمثل مصر في المحافل الدوليه قد النادي الاهلي. هي دي هو مين اللي فرحنا طول الوقت يا جماعه؟ معلش يعني النهارده انا لو راجل مش اهلاوي وانا راجل كده بتفرج كده على المشهد من بعيد، هو مين اللي بيفرح مصر يا جماعه؟ هو مين اللي اسمه كل شويه بيتقال في كاس العالم للانديه؟ هو مين اللي بيعمل حاجات ما بتتعملش؟ المكان ده ما تجيش بقى قارنه، انا اسف يعني مع كامل احترامي تقديري لكل المؤسسات وكل الانديه الموجوده في مصر، مستحيل اقدر اقارن النادي الاهلي بالانديه اللي موجوده، لانه ده بيعمل حاجه مختلفه تماما. انت بتتكلم بلغه ارقام برضه كابتن اسلام، لما اطلع بتكلم عن نفسي عن النادي الاهلي اقصد يعني انا بتكلم لغه ارقام، انا مش طالع اقول انا الافضل من باب ان انا شايف نفسي الافضل، انا بطلع بقول انا الافضل بلغه الارقام والتاريخ بتاعي، فده واقع عشان بس ما حدش ايه لا والناس لازم تعترف بده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مشهد انا بروح مثلا نادي الزهور، قلت كنا بشوف نادي الزهور، بدخل على مدير النشاط الرياضي الاقي حاطط درع الكابتن احمد اللي سيالي، حاطط درع النادي الاهلي جنب نادي الزهور، فقلت له مره هو هي الناس قابله القصه دي؟ انا راجل اهلاوي ومعترف وحاطينه مثلا اعلى طول الوقت، والله العظيم ما بهزر، والله العظيم دي حاجه مزعجه. لو كل واحد فعلا في مصر عايز يوصل لمكان كويس يحط النادي الاهلي مثلا اعلى طول الوقت علشان يوصل للي حاول اللي يوصل له النادي الاهلي. وخد بالك اللي بيحصل في مدرسه النادي الاهلي بالاخص كوادر النادي الاهلي هم اللي بيطلعوا يشتغلوا في الاماكن الثانيه علشان النادي الاهلي بجد، والله العظيم ده ما كلام بيتقال عشان انا في قناه النادي الاهلي ولا عشان انا لعبت في النادي الاهلي، والله ما له علاقه بالكلام ده، انا خرجت بره، خد بالك انا مش شغال في النادي الاهلي، اشتغلت في اماكن كتير مختلفه، شفت الناس ناجحه وشفت ناس عندها قصور وشفت ناس بتدير اماكن، والله العظيم النادي الاهلي في حته مختلفه تماما. ده كلام سليم 100%، وده اللي بيزعلنا اوقات من بعض ان انت تيجي بعد كده تشوف، وهقول تاني البعض، كلامي دايما لما بقول كلمه انا ببقى عارفه انا بقول ايه كويس قوي، فالبعض يجي يقول لك او بتحس ان هو بيفرح قوي قوي، وده كان علامه استفهام عندي امبارح، يفرح قوي على خسارتك احسن او اكتر ما بيفرح من مكسبه. يعني انت دلوقتي ايه مشكلتك؟ يعني دي مشكلتك بقى ده حال لما انت تبقى الكبير، الكبير دايما التركيز معاه، يا عم احنا نعالج نفسنا بنفسنا،
احنا نطلع احنا حتى ننتقد نفسنا عشان احنا عايزين نفسنا نبقى افضل ونقد بناء. بالمناسبه انا غير على الكيان بتاعي على الفريق بتاعي عايزاهم الافضل، انا حر. انت بتفرح ليه على خساره الاهلي اكتر ما بتفرح من مكسبك؟ انا دي عقو تاني البعض. فحاجه بقت تضحك، فاهمني ازاي؟ لما قلت فكرتني بحاجه، مره قعدنا مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه ثلاث ساعات في صراحه الناشئين في النادي الاهلي في مدينه نصر. ثلاث ساعات والله ما في كلمه خرجت بره اطار النادي الاهلي ولا اسم مركز نادي في نفسك. ولا اسم نادي انت مركز في نفسك. النهارده روح اي نادي تاني منافس في اي حته تلاقي طول الوقت بيتقال شفت النادي الاهلي عمل النادي الاهلي وده النادي الاهلي. يا عم الحاج خليك في حالك وخلي النادي الاهلي في حالك. الظاهره دي امتى هتتغير؟ يعني احنا متفقين اهلاويه وغير اهلاويه، بس غير الاهلاويه لو كانوا موضوعيين اكيد هيتفقوا مع الاهلاويه في كون ان النادي الاهلي هو مصدر فخر وشرف للبلد بشكل عام. احنا ليه بقى عندنا توجه في الفتره الاخيره، وده مش بس في كره القدم ولا بالنسبه للنادي الاهلي عموما، ليه بنحاول نشوه الجمال ونحوله لقبح؟ ليه لما بنلاقي كيان او شخص ناجح قوي بنتفنن في ان احنا بدل ما نعلى ونوصل له ان احنا نخفز بيه سابع ارض؟ لا هم ليه التوجه ده موجود عندنا؟ هقول لحضرتك على حاجه، الناس كلها حاولت والانديه القريبه بتحاول بكل الطرق ان هي تنافسك، ولو ما قدرتش نفسك مش قادر خلاص، عملت كل الطرق ومشيت بكل الاتجاهات ما عرفتش ابقى زيك، فبالتالي في الاخر هم ما عنديش حل غير ده ان انا هبتدي يعني اتصير بقى واكسر فيك. وكده مش هتتكسر، التاريخ بيقول لك مش هتتكسر، لكن صدقني والله انا عشان انا ايوه بس عمليه الكلام ده ماشي معايا، عمليه التكسير ولا يفرق معايا ولا يفرق معايا، ده طبيعي. ده انا بضحك لما اشوف الحاجات دي. مش فاهم يا كابتن اسلام، انا بتكلم ان عمليه التكسير. تعالى نرتقي شويه ونعلى بره حته او فوق حته، ان طبيعي كل حد بيشجع فريق اكيد بينتمي ليه وبيشجعه، وبيفيد من قديم الازل المناوشات اللطيفه اللي بين قطبي الكره المصريه من قديم الازل لغايه الليمت ده الدنيا لطيفه جدا. لكن هي الفكره في ان ليه نشوه حاجه حلوه في بلدنا عموما بقى. انا عايز ابعد ثقافة عامة، دي ثقافة عامة مختلفة تماما. انه النهاردة لازم انا بص هقول لحضرتك الحاجة، حال الجمهور او حال ثقافة الجمهور هيتصلح، والاندية لما كل واحد يعرف حجمه ويعرف مكانه ويبقى معترف بيه وراضي بيه ويشتغل. في ناس كتير جدا يعني بدل ما اقعد عافر واقول لك انا رقم واحد، طب انا بعرف ان انا رقم ثلاثة او رقم اربعة واشتغل لحد ما ابقى رقم واحد، ايه المشكلة؟ انا في وقت من الاوقات وانا بشتغل اتعرض عليا حاجة معينة اكتر من اللي انا فيه بكتير وبحلم لها بالمناسبة يعني، لكن لما اتعرض عليا قلت لهم انا اسف انا لسه مش انا شايف نفسي مش قادر. يا ابني الفرصة ممكن ما تتكررش، انا ببص لنفسي مش حاسس ان انا لسه انا مش عايز اتحرق، فانا بعيد لسه شويه. وفي يعني استاذ الهواندي سباني وحضرتك سابقني، انتوا سابقني استاذ كريم سابقني، انتوا سابقني، انا هشتغل لحد ما ابقى في المكان ده، فمش عيب. لكن العيب ان انا لا ده وحش، لا ده مش ده الاهلي مش لا ده العيب، فاهم؟ وفي الاخر انت اللي هتضر نفسك، وايه اللي بيحصل؟ ضرر وراه ضرر وراه ضرر، وانت في النهايه انت باصص لقدام انت مالكش دعوه، هتبقى في حته ثانيه. فبالتالي كل واحد محتاج يركز في نفسه، ومحتاجين بقى ان احنا نشتغل بشكل كويس علشان كل واحد يبقى عارف هو فين، لكن النادي الاهلي ما يبصش وراه. طيب تعالى بقى نرجع للدوري المحلي ورؤيتك لما هو قادم ان شاء الله، وتوقعاتك للمربع الذهبي في نهايه المشوار، ممكن يكون مين الاسماء اللي موجوده فيه؟ يعني الاهلي بيراميدز فيوتشر الزمالك بنسبه كبيره جدا. الترتيب ده لا ممكن الترتيب يتغير شويه، يعني الثلاثه النادي الاهلي طبعا كده كده ان شاء الله الدوري بتاعه، لكن الترتيب الثلاثه هي يعني ممكن بقى يختلف او حاجه، لكن هم دول اقرب ثلاث فرق عندها مستوى ثابت بينافسوا اصلا بعض اوريدي على المركز الثاني والثالث والرابع، ف يعني مش هتخرج بره القصص دي. وانا سعيد جدا بالمنافسه دي الحقيقه، وسعيد جدا ان في فرق يعني بتشتغل وبتعمل شكل متطور، وانا هبقى مبسوط جدا لو النادي الاهلي لعب مباراه مثلا مع بيراميدز ونتيجه المباراه صعبه ما توقعهاش قبل المباراه، سعيد جدا. الانتصار هيبقى طعمه مختلف، انا بسعيد جدا لما الزمالك يبقى مستواه كويس وانا اكسب الزمالك زي ما بكسبه دايما وانا وهو مستواه كويس، مش هبقى فرحان خالص ان الزمالك يبقى عنده مشكله، هبقى بالعكس اتمنى ان الزمالك يبقى احسن حاجه. ده الشخص السوي، ده طبيعي جدا، الشخص الطبيعي المنطقي. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا في الناشئين في فتره من الفترات احنا مره كسبنا النادي الاهلي، النادي الاهلي كسب الزمالك 6-0، وبعديها قعدنا 3 4 ماتشات نكسب الزمالك في مره من المرات، يعني انا جبت في الماتشات الناشئين لعبت 7 8 ماتشات ضد الزمالك جبت جولين بس، يعني مش كتير كنت بلعب في نص ملعب، مره جبت جول في ماتش كسبناهم هناك في متعبه 3-0 ما عرفتش احتفل ما فرحتش، يعني خلاص بقى طعم ما بقتش مباراه قمه لا بعد. فكنت بقعد اقول لعيبه الزمالك انتوا لازم تبقوا احسن من كده، واصحابي واخواتي يعني لازم تبقوا احسن من كده، لان احنا يهمنا ان انتوا تبقوا كويسين ونفضل ننافس بعض، وفي الاخر ايا كان مين اللي هيكسب هنفضل نسلم على بعض. طبعًا انا بقوله ده لانه هو ده الكلام اللي المفروض يبقى بينا يعني، لكن انا من جوايا عايز اكسب كده كده، فاهم قصدي؟ فبالتالي انا ببقى سعيد جدا النادي الاهلي بيقابل منافسين اقوياء، طعم الانتصار بيبقى شكله احسن، خد بالك ده هيحسن كمان من مستوى النادي الاهلي. والنادي الاهلي النهارده فيه لعيبه جت النادي الاهلي من انديه مختلفه ما لعبتش قدام جمهور في الدوري المحلي، بيروحوا يلعبوا قاريا يلاقوا جمهور كبير جدا،
يروح يلعب في منتخب مصر يلاقي جمهور كبير جدا لما بنلعب بره. طب انا محتاج الدوري يبقى قوي، محتاج الكواليتي الدوري يبقى قوي، محتاج يبقى فيه جمهور، محتاج المنظومه تبقى متكامله علشان تعد اللاعب ده لما يجي يلعب مع النادي الاهلي قاريا يبقى جاهز، لما يجي يلعب مع منتخب مصر قاريا يبقى جاهز. فانا شايف ان احنا نرجع لورا شويه، المنظومه محتاجه تتظبط شويه. يعني انا الانديه شغاله بشكل كويس لكن محتاج جمهور اكتر من كده، محتاج تحكيم احسن من كده، محتاج عناصر اللعبه تبقى اقوى من كده، لان في النهايه كل ده هيساعد النادي الاهلي طبعا 100%. عايزين نستغل الوقت اللي فاضل كمان نروح ملفات مختلفه، عايز اروح للمنتخب. مهم ان احنا نتكلم برضو عن المنتخب، وكل مره بنقول عايزين منتخب قوي، عايزين منتخب بما يحمل من لعيبه محليه ومحترفين يمثلنا ويمثلنا بشكل لائق يليق بمصر ويليق بالجماهير المصريه. توقعاتك بتشوف دلوقتي اللي جاي ان شاء الله مع فكره هنا القايمه وغيره واللعيبه بتاعتنا المحترفه، ومش بس فكره لعيبه محترفه لها اسمائها ورائعه مع الانديه بتاعتها، لكن كمان نتمنى ان هي تيجي تادي بشكل مختلف عن حتى السنوات اللي فاتت، لان احنا اعتقد نستحق ده. يعني خليني افهم منك برضو رايك. طيب خليني دايما الاول قبل ما افكر في اي حاجه اقيم شكل المنظومه، تقييم منظومه اتحاد الكوره بالنسبه لي عليه علامات استفهام كتيره حتى جدا حتى هذه اللحظه. رغم كل اللي حصل من تغييرات أو محاولة لتطوير وحل الأزمات الفترة اللي فاتت، ما زال عندنا علامات استفهام. في الآخر المقياس الحقيقي والوحيد للنجاح هو النتيجة. صحيح. النتيجة النهاردة بتقول إيه؟ النتيجة النهاردة بتقول إنه عندنا منتخب لعب بطولة أمم أفريقيا في مصر ما حسيناش بيها، ما جبناش ولا هدف، خسرنا من السنغال 4، والسنغال بالأخص كسبت كأس الأمم اللي فاكر لما كنا بنتكلم عن المشاريع، عشان كده بقيم اتحاد الكورة لما كنا بنتكلم على المشاريع بقول لك إنه المشاريع لازم تبتدي من بعيد جدا وتبتدي صح. عارفة لما حد يجي يقول لك أعمل إيه فتقول له أعمل خط وامشي عليه، هم عملوا خط ومشوا عليه، عملوا خط مستقيم في بعض النقاط وفي بعض الاهداف وفضلوا ماشيين على الخط ده واشتغلوا. النتيجه حصلت ايه؟ تحصل بقى بحسب ادوات ما تحصل، يعني بطوله كاس امم افريقيا للكبار، كاس امم افريقيا للمحليين، كره الشاطئيه كسبوها، كاس امم الناشئين احسن حارس مرمى في الكبار، احسن حارس مرمى في المحليين، احسن حارس مرمى في الناشئين او في الشباب. فبالتالي انت محتاج تقيم المنظومه وتقيمها وفقا للنتائج. والنهارده لما يبقى في حد داخل اتحاد الكوره اسم كبير يخطئ، هو مش رصيده عندي ان هو لعيب كبير، ده مش رصيده، ده ما يشفعلوش. مش معنى ان انا كنت لعيب كبير انت خلاص خدت بقى شهره وخدت نجوميه وخدت وخدت وخدت، ده مقابل تعبك واسمك الكبير. لكن في النهايه انا عايز اشوف شكل منتخب مصر او منتخبات مصر كلها بشكل احسن من كده. يعني طيب خلينا معلش يعني ايه نعمل وقفه لدقايق عشان نروح لجنوب افريقيا حيث يتواجد زميلنا العزيز فاروق صلاح ونطمن منه على اللي جاي والاستعدادات والتدريبات الى اخره، اكيد استعدادا للقاء القطن الكاميروني. فاروق صباح الفل عليك، اتفضل احنا سامعينك. بصبح بقى عليك زميلي العزيز كريم، وبصبح على الزميل العزيز نهواند والكابتن مصر الكابتن اسلام عادل، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ملاعب جامعه بريتوريا. يعني خلينا نتكلم ان احنا اكيد كلنا زعلانين، كلنا حاله حزن كبيره جدا طبعا على خساره المباراه الامس، ومش هنقدر ان احنا نحيد عن هذا الامر، ولكن كلنا لامسين ومقدرين مدى زعل جمهور النادي الاهلي. اعتقد ان ده امر مهم جدا، كلنا لامسين هذا الامر وحاسين بمدى زعل جمهور النادي الاهلي. لكن احنا عندنا مباراه مهمه، عندنا مباراه القطن الكاميروني، اكيد الحزن والزعل مش هيستمر، اكيد هنتعلم من اخطائنا واكيد هنقف على اخطائنا، اعتقد الامر ده امر مهم جدا. لكن عندنا مباراه هي مهمه جدا، هي مباراه القطن الكاميروني. على الورق وبالارقام انت لسه داخل دوري ابطال افريقيا، على الورق وبكل التفاصيل انت فريق بينافس في دوري المجموعات، وان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه امام القطن الكاميروني. لازم ناخد من اللي حصل ومن العثرات حاجات تقوينا وتقوي النادي الاهلي. مش هنقدر ان احنا ننكر الحزن ولا هنقدر ان احنا نركد يعني ننكر الاخطاء، اكيد طبعا بالظبط، ولازم يعني بدايه حل اي شيء اللي هو الاعتراف بالخطا. لكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا، كل الدعم كل المسانده مننا من كل افراد المنظومه الاهلاويه، جماهير بمجلس اداره بكل، يعني يا زميلي كريم نهواند مش هنقدر احنا ما نقولش غير كده، لازم كلنا مسانده دعم للاعيبه النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا هي مباراه القطن الكاميروني، احنا دورنا ودور كل من فرد متواجد معانا في بعثه فريق النادي الاهلي، والدور الاهم والاكبر بيبدا من القاهره من هنا من ده عطل. معلش نحاول نرجع مره ثانيه لزميلنا العزيز فاروق.
طيب نحاول نرجع له مره تانية لغايه لما نرجع بقى. خليني اخد من كلامه لان يمكن وجه برضو فاروق في الرساله الاخيره حاجه مهمه وقال كلام مهم. هي القصه برضو تاني ملهاش علاقه ان انا اما زعلان ان انا مش هدعم او انا مش هشجع. ده شيء مفروغ منه، ده شيء مفروغ منه. انا بتكلم عن مشكلتي دلوقتي لكن ملوش علاقه بالخطوات الجايه ان انا ما بدعمش. وهو كده كده اللعيبه اعتقد لعيبه النادي الاهلي معروف عنها، هو حتى مش منتظر منك كجماهير فكره ان انا انتقد عشان ابقى افضل. هو من جواه بيحاسب نفسه. وانا اتوقع لو احنا هنتكلم عن مباراه القطن الكاميروني اللي جايه باذن الله انا هلاقي تعويض، هلاقي مصالحه من اللاعبين، نتمنى ذلك. واعتقد يمكن الوضع مش برضو في ضغوطات، برضو احنا كل موسم بنرجع نقول الضغوطات. طب هل في حل؟ يعني انا بحاول انا وكريم بقالنا السؤال ده بنساله لضيوفنا، مفيش حل يعني. وبعدين طيب انت زي ما قلت بقالنا 15 سنه يمكن حاجه زي كده، في ايه؟ هتعتمد على اكبر قدر ممكن من اللعيبه الجاهزه، حرام كده برضه. هتفضل تقابل صعوبات وهيفضل المدرب يا جماعه ثبت التشكيل ولا اعمل روتيشن، ده ليه اضراره وده ليه اضراره. طبعا هتحاول طول الوقت تمسك العصايه من النص، هتحاول تجهز اكبر قدر ممكن من اللعيبه. لكن هو قال كلمه مهمه جدا ان احنا لازم نعترف باخطائنا. دي اهم حاجه المصارحه، انه دايما اولى خطوات الاصلاح هو الاعتراف بوجود اخطاء والعمل على تصحيح هذه الاخطاء. فان لما اللعيبه تقعد مع بعض، انا في رايي اهم جلسه هي جلسه اللعيبه مع بعض في الغرف المغلقه. انا متخيل ان هم لما يتكلموا مع بعض احنا ازاي وصلنا للحاله دي، احنا بنلعب في مكان كبير جدا ما ينفعش نطمن. اعتقد من الجلسه دي لما الباب الغرفه هيتفتح ويخرجوا هيعملوا اللي احنا شفناه طول التاريخ. والحقيقه يعني في اوقات سابقه برضو اكتر من مره شفنا ان اللعيبه واخده بالها كويس قوي ان الجماهير زعلانه، عشان كده لما بيصالحوهم بيبقوا حريصين قوي على ان المصالحه تكون يعني كما ينبغي. شفناها في لقطه من اللقطات مثلا من قفشه في يوم من الايام لما كان شايل حاطط تيشيرت النادي الاهلي على راسه من فوق وطالع بيتجه بيها ناحيه الجماهير. يعني اللعيبه عارفه كويس قوي وواصل لهم مشاعر الناس. طبعا انا قلت قبل كده انه لعيبه النادي الاهلي مدينه للنادي الاهلي، انه حطهم في المكان ده فطول الوقت ان انت عندك الفرصه ان انت تساعد او تساهم في انتصارات النادي الاهلي، ده شرف كبير جدا. اوعى تتخلى عنه، اوعى تطمن، اوعى تتاكد. ياما ناس ما حسيتش بالفرصه وبعدت بشكل كبير جدا. فانا شايف انه على لعيبه النادي الاهلي رساله بقى من كل محبين النادي الاهلي والناس اللي لعبت في النادي الاهلي قبل كده، المكان اللي انتوا فيه مصر كلها بتبص لكم، افريقيا كلها بتبص لكم، كل واحد بيتمنى ان هو يبقى موجود مكانك او ابنه يبقى موجود مكانك. صحيح. فالمكانه دي تستاهل التعب والجهد والعرق والصعوبات اللي انت هتقابلها الفتره اللي جايه. اكيد 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 انت يعني قدها ان شاء الله، وانت قادر ان شاء الله طالما النادي الاهلي اختارك انك تبقى موجود، انت قادر انك تساهم في عوده النادي الاهلي ان شاء الله للانتصارات. الكلمه اللي قلتها مظبوطه مليون في الميه، فكره ان انت تتمنى ابنك يكون في ناشئين النادي الاهلي. عايز اقول لك وده يعني حتى مش كلام مرسل، ده واقعه حصلت معايا اكتر من مره. بعض المعارف يعني بينتموا لانديه ثانيه تماما مش النادي الاهلي خالص، متعصبين جدا من المناسبه، بس يوم ما بيبقوا عايزين اولادهم يشاركوا في ناشئين بيودوهم النادي الاهلي لانه عارفين ده المستقبل. على كل حال انا عايز ارجع تاني برضو، ان فاضل تقريبا 5 دقائق كابتن اسلام معاك، عايز ارجع للمنتخب. دايما بيبقى عندنا زي ما تقول كده اعتماد على اللعيبه المحترفه. انا نفسي نوصل لمرحله، وده بيرجع تاني او بياخدنا لبعض الدول منها مثلا المغرب اللي عامله طفره في الكره عندها بشكل كبير جدا وملحوظ من ناحيه النتائج. لما تيجي تتكلم عن منتخب، انا المنتخب مش عايز بس اكون بعتمد على المحترفين بتوعي، له كافه الاحترام، بس برضو خلينا نبقى صراحه، هم لما بيلعبوا مع المنتخب هنا ما بيلعبوش زي ما بيلعبوا مع انديتهم لاسباب كتيره. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ليه ما ببقاش بعتمد برضو بشكل اكبر على اللعيبه بتاعتي المحليه اللي من انديه مختلفه؟ هل انا عندي مشكله في كواليتي اللاعب المصري المحلي، ولا الازمه عندي في ايه بالظبط؟ يعني دي نقطه محتاجين نقف عندها شويه. طيب هقول لك الحاجه عشان اكون صريح، يعني مش هنقدر نعتمد على اللعيبه المحليه دلوقتي غير لعيبه النادي الاهلي بس، لان لعيبه النادي الاهلي الوحيده اللي بتلعب منافسات كبيره جدا، علشان كده يقدروا ينافسوا مع المنتخب. اي لعيب تاني موجود في مصر ما بيلعبش في النادي الاهلي هيبقى صعب جدا. هتاخد واحد من الزمالك، هتاخد واحد من بيراميدز، لكن هيبقى صعب جدا بامانه يعني. ولازم تعتمدي على اللعيبه المحترفه. خدي بالك اللي نجح المغرب واللي نجح السنغال ونجح المنتخبات دي كلها ان هم عندهم قاعده كبيره جدا من المحترفين، ولما حد محلي بيلعب بيبقى جامد جدا. مثلا سان داونز في ال10 دول بيلعبوا في المنتخب. في حاله المغرب ما بتحسش باي فروقات في اداء او مستوى اداء اللعيبه المحترفين لما بيلعبوا مع فرق. لا ده في حاجه تانية كمان اهم، لو مع منتخبات لما كسبوا مباراه كبيره، لما كسبوا اسبانيا ما بلغوش في الفرحه عادي، مش عادي جدا. انا كنت اتفرج على ردود افعاله بعد ما كسبوا اسبانيا، لقيتهم ماشيين عادي جدا علشان عندهم هدف اكبر. صحيح. متخيل الموقف. فبالتالي فكره انك تكرر تجربه اللي كانت موجوده قبل كده في مصر وتفوز بامم افريقيا بالمحليين زي اللي اتعملت مثلا سنه 2006 كان كلها النادي الاهلي تقريبا يعني، وعناصر قليله من بره يعني. اعتقد دلوقتي هتبقى صعبه شويه، لانه انت بقى في تحديات كبيره جدا يعني. خد بالك احنا مصر الفتره الاخيره كده عشان تحسبيها صح كده، بص على نتائج
وارقامك الثلاث اربع سنين اللي فاتوا عشان تعرف اللي جاي هيبقى عامل ازاي. فبقى في تطور مرعب في القاره الافريقيه على مستوى الانديه والمنتخبات، فلو انت ما ساعدتش بشكل كويس جدا الموضوع هيبقى صعب جدا. وده اللي حاصل، خد بالك، هو مين الفريق الوحيد اللي في مصر اللي بيوصل للنهائيات ويروح؟ هو النادي الاهلي بس، لان هو الوحيد اللي سابق بخطوتين ثلاثه اربعه، ان هو بيستعد بشكل كويس، ان عنده اليات تطور بشكل مختلف، ان عنده تولز اصلا مختلفه. انا مشفق جدا على الناس اللي ما عندهاش الكلام ده، فمن غير بقى مهاترات انت ما عندكش، فتشتغل علشان توصل للحته دي. ففكره ان منتخب نقدر نحط فيه لعيبه محليه اول مره، انا اتمنى يبقى فيه مدرب وطني، لان المدرب الوطني دايما بيثبت نجاحه دايما مع المنتخبات. ووليد الرجراجي عمل كده مع المغرب اخر تجربه عنده، جمال بالماضي مع الجزائر وناس كتير جدا. لكن في اللحظه اللي احنا فيها دي انا حاسس ان احنا لسه مش جاهزين للقصه دي، محتاجين نشتغل شويه. رغم انها حصلت قبل كده وكانت ناجحه جدا، بس 2006 و2018 مع كابتن حسن شحاته يعني، وكان النادي الاهلي بيلعب في تقريبا ثلاث بطولات، 7-8 لعيبه في الملعب في كل مباراه. لكن الامور دلوقتي هتبقى صعبه شويه، زي ما بقول لك محترفين لازم يلعبوا، وهيبقى عدد اللعيبه اللي موجودين من النادي الاهلي اللي جاهزين اللي يقدروا ان هم يمثلوا مصر بشكل كويس يعني. كابتن اسلام الوقت خلص للاسف، بس بجد قراءه ممتعه جدا، نورتنا، ونشوفك قريب تاني ان شاء الله معانا. انا مبسوط جدا الوجود معاكي ونس كريم، طبعا وسعدنا بوجودك معانا، وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. شكرا جزيلا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان حضراتكم تابعوا معانا الفقره الطبيه المسجله مع دكتوره دينا ابو السعود، بينها لقاء بينها وبين نهاوند. خليكم معانا.